موجز إخباري من قناة النبأ، أهلا بكم. دعا المشاركون في اللقاء الوطني العام للقبائل والمدن الليبية الذي انعقد بمدينة طرهونة إلى إصدار الحكومة المقترحة قرار بنزع الشرعية وحل ما وصفوه بالميليشيات خلال 3 أيام، مع تأييدهم لتحرك اللواء 7 لتطهير العاصمة. المشاركون في اللقاء وبحضور أكثر من 2000 من شيوخ القبائل طالبوا بالشروع في إجراءات تسليم المجموعات المسلحة لكامل أسلحتها للجهات الرسمية وإحالة المتورطين منهم في جرائم إلى التحقيق، معلنين رفضهم لأي ترتيبات أمنية لا تقضي بحل ما وصفوه بالميليشيات، مطالبين بتشكيل قوة عسكرية مشتركة من جميع المدن قوامها الجيش والشرطة لتأمين وحماية العاصمة طرابلس باعتبارها عاصمة لكل الليبيين. أمهل المجلس البلدي حي الأندلس كافة التشكيلات المسلحة مدة 5 أيام للخروج من الأحياء التابعة لمنطقة حي الأندلس، مهددا بخطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لهذه المهلة. المجلس وفي بيان له دعا مديرية أمن طرابلس إلى تفعيل الأجهزة الأمنية داخل البلدية، محذرا من خطورة ما وصفه بتردي الوضع الأمني بالمنطقة. وطلب المجلس في بيانه التشكيلات المسلحة بتسليم الجنات في قضية مقتل أحد شباب المنطقة مؤخرا إلى الأجهزة القضائية وإطلاق سراح الشاهد الأساسي فيها. ارتفع احتياطي النفط بليبيا في شهر أغسطس الماضي إلى 256,000 برميل يوميا، وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تقرير لها الجمعة إن احتياطي النفط بليبيا ارتفع إلى 926,000 برميل يوميا في شهر أغسطس 2018، بعد أن بلغ 670,000 برميل في شهر يوليو من نفس العام. وأضافت المنظمة أن دولا عدة سجلت ارتفاعا، أهمها ليبيا والعراق ونيجيريا والسعودية، في حين انخفض الاحتياطي في إيران وفنزويلا والجزائر. ختام المجلس، دمتم في أمان الله.